الرحمن الرحيم، معاكم الدكتورة أميرة عزام. النهارده هنشرح أسئلة الـ Infectious Diseases. الـ Infectious Diseases دي عبارة عن أمراض المعدية اللي بتتنقل عن طريق ميكروبات. الميكروبات دي بتتقسم لبكتيريا، لفيروس، لفطريات اللي هي فانجاي، لبروتوزوا اللي هي الطفيليات، وآخر حاجة اللي هي الورمز اللي هي ديدان. الأدوية اللي بتشتغل على البكتيريا سميناها أنتي بكتيريال، الأدوية اللي بتشتغل على الفيروس دي الأنتي فيرال، الأدوية اللي بتشتغل على الفانجاي اسمها أنتي فانجل، الأدوية اللي بتشتغل على البروتوزوا أنتي بروتوزوال، والأدوية اللي بتشتغل على الديدان سميناها أنثيلمنتكس. احنا النهاردة عندنا 239 سؤال، متقسمين على 5 مواضيع اللي احنا اتكلمنا عنهم اللي احنا عرفنا أساميهم. وندخل دلوقتي إن شاء الله على أول موضوع اللي هي الأنتي بكتيريال ايجنت، ونشوف أول سؤال فيه الأنتي بكتيريال. هو معظم يعني اول اسئله وممكن تكون اسئله الانتي بكتيريا اللي يبدا يسالني على تصنيفات الادويه، او يسالني مين من الادويه ديت انتي بكتيريا ومين مش انتي بكتيريا. تعالوا نشوف اول سؤال: which one of these is not antibiotics؟ مين من الحاجات اللي موجوده دي من الاسماء اللي هو جايبها لي دي ما هوش انتي بايوتيك؟ الاريثروميسين، سيفبروزيل، سلفون اميد، ليفوفلوكساسين، وفيناسترايد. طبعا الاريثروميسين ده مضاد حيوي ينتمي لمجموعه الماكروليد، السيفوبروزيل مضاد حيوي ينتمي لمجموعه السيفالوسبورينز، السلفونامايدز مضاد حيوي يتبع مجموعه السلفونامايدز، الليفوفلوكساسين من المضادات الحيويه اللي تتبع كينولونز. الوحيد اللي هو مش عندي مش مضاد حيوي اللي هو الفيناسترايد. فيناسترايد ده دواء بيعالج البروستاتا عند الناس كبار السن. يبقى احنا كده عرفنا مين في دول اللي هو مش مضاد حيوي، وقلنا الفيناسترايد، وعرفنا كل دواء ما ينتمي لمجموعه ايه من المضادات الحيويه. طيب بيسالني السؤال الثاني: البنسلين والسيفالوسبورينز، هيسالني عن الميكانيزم، هيسالني عن معلومات عنهم. لو احنا فاكرين احنا قلنا احنا عندنا الانتيبايوتكس بتشتغل بخمس طرق. قلنا سيل وول سينسز انهيبيتور، بروتين سينسز انهيبيتور، نيوكليك اسيد سينسز انهيبيتورز، سيل ممبرين سينسز انهيبيتورز، وفوليت سينسز انهيبيتورز. قلنا البنسلينز والسيفالوسبورينز الاثنين تابعين لمجموعه البيتا لاكتام، والبيتا لاكتام ديت بتشتغل بالطريقه الاولانيه اللي هي سيل وول سينسز انهيبيتورز. يبقى هما الاثنين فيهم البيتا لاكتام رينج، هما الاثنين بيشتغلوا بسيل وول سينسز انهيبيتورز. وقلنا عنهم ان هما الاثنين ممكن يكون كروس سنسيتيفيتي، ميبي يبقى في كروس سنسيتيفيتي، يعني لو البيشنت عنده حساسيه من البنسلين احتمال في احتماليه ان هو يبقى عنده حساسيه من السيفالوسبورينز. تعالوا نشوف الاختيارات اللي هو قايلها لنا في السؤال ده. بيقول ميجور انتي بايوتيك ذات انهبيت بكتيريال سيل وول سينسز، طبعا هما الاثنين بيشتغلوا على سيل وول سينسز لسه متفقين عليها، هما الاثنين كولد بيتا لاكتامز، هما الاثنين بيشتغلوا اس بيتا لاكتامز. The microbial resistance poses constant challenges to the use of antibacterial. يعني ممكن يحصل منهم الاثنين bacterial resistance. ممكن يحصل bacterial resistance. لو احنا تفاكرين احنا قلنا البكتيريا resistance ده عن طريق ان البكتيريا بتفرز حاجة اسمها البنسلينيز، انزيم اسمه البنسلينيز او البيتا لاكتاميز. وظيفة الانزيم دوت ان هو يطلع يكسر البيتا لاكتام رينج في الانتيبيوتيك، وبالتالي الانتيبيوتيك ما يعرفش يشتغل. تمام، يبقى الاثنين ممكن يحصل منهم ريزيستنس. يبقى احنا اخترنا الاختيار دي اللي هو all of the above، يعني كل الكلام اللي احنا قلناه او ثلاث جمل اللي احنا قلناهم عنهم، ثلاث جمل تعتبر صحيحة. السؤال اللي بعد كده: البنسلينز are similar in mechanism of action is. احنا قلنا ان احنا عندنا ستيل وول سينسز انهيبيتورز مجموعه من الادويه اسمها البيتا لاكتامز اللي هي بتنقسم للبنسلينز والسيفالوسبورينز والكاربابينامز، ودواء اسمه الفانكومس. تمام، دول اللي بيشتغلوا اس ستيل وول سينسز انهيبيتورز. فهو بيقول لي البنسلينز بتشتغل بميكانيزم زي مين؟ زي الاريثروميسين اللي احنا اتفقنا ان هو تابع لمجموعه الماكروليد، والماكروليدز دي كانت بتشتغل بالبروتين سينسز انهيبيتورز. احنا قلنا عندنا 5 طرق: الطريقه الاولانيه سيل وول سينسز انهيبيتورز، الطريقه الثانيه كانت بروتين سينسز انهيبيتورز. البروتين سينسز انهيبيتورز دي كان تحتها 3 مجموعات ودوائين. المجموعه الاولانيه كانت التتراسايكلين، المجموعه الثانيه كانت الامينو جلايكوزايدز، المجموعه الثالثه كانت الماكروليدز. الدوائين كانوا كليندامايسين وكلورامفينيكول. تمام، يبقى احنا كده عندنا عرفنا الطريقتين الشغل، السيل وول سينسز والبروتين سينسز.
الاريثروميسين التابع لمجموعه الماكروليد بيشتغل بروتين سينسز. الكليندامايسين احنا كده كده متفقين انه بيشتغل بالبروتين سينسز انهيبيتور. السيفالاكسين اللي هو التابع للسيفالوسبورين بيشتغل از وول سينسز انهيبيتور. الدوكسيسايكلين بيشتغل بالبروتين سينسز انهيبيتور. تمام. الدوكسيسايكلين ده تابع لمجموعه التتراسايكلينز. يبقى احنا كده عندنا اللي بيشابه البنسلين زمين هو السيفالاكسين. تمام. يعني هو بيسالني على ميكانيزم اوف اكشن، مسكنا كل واحد عرفنا بيشتغل ازاي. الاريثروميسين والكليندامايسين والدوكسيسايكلين بيشتغلوا از بروتين سينسز انهيبيتورز، لكن البنسلينز والسيفالاكسين الاثنين بيشتغلوا از سيل وول سينسز انهيبيتور. السؤال اللي بعد كده السؤال الرابع بيقول which of the following drug belong to penicillins، مين من الادويه ديت بتدخل في البنسلينز. احنا قلنا البنسلينز عندنا بنقسمهم لاربع مجموعات، والمجموعه الخامسه عباره عن كومباينيشنز. المجموعه الاولانيه كان فيها الناتشرال بنسلينز اللي هما البنسلين جي والبنسلين في، بعد كده عندنا الاموكسيسيلين والامبيسيلين، بعد كده عندنا الفلوكلوكزاسيلين كلوكزاسيلين اوكزاسيلين ميسيسيلين ديكلوكزاسيلين، بعد كده عندنا الحاجات اللي هم انتي سيدومودال بيبراسيلين وتيكاريسيلين، وبعد كده عندنا كومباينيشنز اللي احنا ضفنا فيهم كلافيولينيك اسيد او سالباكتم عشان نقلل الريزيستنس للبيتا لاكتاميز. تمام. البيتا لاكتاميز دي اللي هي الانزيم اللي بتفرزه البكتيريا عشان تكسر المضاد الحيوي. فاحنا حطينا ماده تانية خالص هي كلافيولينيك اسيد او سالباكتم على البنسلينز علشان تمنع الانزيم ده والبنسلين يشوف شغله عادي. طيب تعالوا نشوف مجموعات الادويه اللي هو كاتبها لي. كاتب لي اموكسيسيلين امبيسيلين فلوكلوكزاسيلين وكلوكزاسيلين، كل دول زي ما احنا عارفين يعني بيندرجوا تحت جروب البنسلينز. يبقى انا هختار all of the above، يعني كل الحاجات دي عباره عن بنسلينز. بيسالني على الجينيريك نيم بتاع الاموكسين. الاموكسين جينيريك نيم اموكسيسيلين، لكن لو هو اموكسيل معاه كلافيولينيك اسيد او بوتاسيوم كلافيولينيت يبقى اوجمنتد. تاني باكد على معلومه، انا دي ضفت الكلافيولينيك اسيد عشان الاموكسيسيلين ده ما هوش ريزيستنت للبيتا لاكتاميز، يعني لو مجرد ما اديه البكتيريا تفرز انزيم، الانزيم ده يكسر لي المضاد الحيوي، يبقى المضاد الحيوي ما ينفعش يشتغل. انا ضفت ماده خارجيه اسمها كلافيولينيك اسيد، وظيفتها ان هي بس تروح تمنع شغل الانزيم ده، وبالتالي المضاد الحيوي يشوف شغله مع البكتيريا. يبقى الاموكسيل اسمه اموكسيسيلين، امال الاوجمنتين اموكسيسيلين مع كلافيولينيك اسيد. هيجي السؤال اللي بعده ناكد على المعلومه تاني، بيقول لي الاوجمنتين جينيريك نيم از، احنا لسه قايلين ان الاوجمنتين عباره عن اموكسيسيلين مع كلافيولينيك اسيد. طبعا هو مش اموكسيسيلين مع باراسيتامول، ولا بنزايل بنسيلين مع كلافيولينيك اسيد، ولا امبسيلين مع بوتاسيوم كلافيولينيك اسيد، هو اموكسيسيلين مع كلافيولينيك اسيد. تمام. يبقى احنا عرفنا ان الاوجمنتين عباره عن اموكسيسيلين مع كلافيولينيك اسيد او بوتاسيوم كلافيولينيت، ده الملح بتاعه، الصوره اللي بتبقى موجوده في المحلول او في الاقراص. السؤال السابع which of the following antibiotic consider stronger، مين الاقوى؟ طبعا الدواء الاقوى. احنا عندنا دلوقتي احنا عندنا مضاد حيوي بيشتغل على البكتيريا، البكتيريا افرزت انزيم، الانزيم ده كسر لي المضاد الحيوي. تمام. يبقى المضاد الحيوي ده نسبيا هعتبره ضعيف. طب هعمل ايه عشان اقوي المضاد الحيوي ده؟ هضيف عليه ماده من بره يمنع لي شغل الانزيم اللي هيكسره، وبالتالي يبقى انا عندي مادتين، ماده اللي في الدواء ده في مادتين، ماده اللي هي المضاد الحيوي، الماده دي هتشتغل على البكتيريا، والماده الثانيه اللي هي الكلافيولينيك اسيد او السالباكتم، الماده دي وظيفتها انها تروح توقف عمل الانزيم اللي هو البيتا لاكتاميز او البنسلينيز اللي بيكسر لي المضاد الحيوي. طب تعالوا نشوف بقى ايه الاختيارات اللي هو قايل لي عليها. قال لي الامبيسيلين اموكسيسيلين بنزايل بنسلين بنسلين في واوجمنتين وبنسلين في، اختار مين فيهم؟ الاوجمنتين. ليه؟ لان الاوجمنتين عباره عن كومباينيشن من مادتين اللي هو الاموكسيسيلين مع كلافيولينيك اسيد. المعلومه دي مهمه، احنا اكدنا عليها كذا مره، ايه وظيفه الكلافيولينيك اسيد والسالباكتم او ايه وظيفه الكومباينيشن ده. البيشنت هو allergic to penicillin هيستخدم ايه؟ بصوا الناس اللي عندها حساسيه من البنسلين نظريا بنقول ان هم عندهم حساسيه من البيتا لاكتام رينج. البيتا لاكتام رينج اللي هي مجموعه البيتا لاكتام اللي تحتها البنسلين والسيفالوسبورين والكاربابينيم. طب ايه الحل؟
الحل ان انا اسيب مجموعه البيتا لاكتام خالص واديهم مضاد حيوي بيشتغل بطريقه تانية. طب ايه المضاد الحيوي اللي بيشتغل بطريقه تانية؟ حاجه زي الماكروليتس. تمام. طب تعالوا نشوف الاختيارات اللي هو قال لي عليها. قال لي كلافوران. كلافوران ده نوع من انواع السيفالوسبورينز. اريثروميسين، هو اختيار الاريثروميسين لان الاريثروميسين مفيش فيه البيتا لاكتام رينج، بيشتغل بطريقه تانية وتركيبته الكيميائيه حاجه تانية، فما اعتقدش ان هو هيكون عندي كروس اليرجي. كروس اليرجي يعني حساسيه مشتركه. السيفوتيتين دوت برضو سيفالوسبورين مش من اختياراتي. الاوجمنتين ده بنسلين. السيفالاكسين ده سيفالوسبورين برضو مش من اختياراتي. يبقى انا اختار ماده بعيده خالص عن البيتا لاكتام زي الاريثروميسين. السؤال اللي بعده which one of these is pro drug؟ الامبيسيلين والاريثروميسين بيف امبيسيلين تتراسايكل. طيب تعالوا نشوف كده. احنا كان عندنا الامبيسيلين. الامبيسيلين ده قلنا يعني امتصاصه عن طريق الفم، البايو افيلابيلتي بتاعته قليله. طب انا ازودها ازاي؟ ازودها بان انا ازود الذوبانيه في الدهون. طب انا ازود ذوبانيه الدواء ده في الدهون ازاي؟ ازاي ازود اللايبوفليستي اوف الدواء؟ قمنا عاملين برو دراج. برو دراج ده يعني دواء ما هواش نشط، مجرد ماخده يعني هو كدواء مش ناشط، لكن لما انا اخده ويبدا يحصل له تكسير في الجسم يتحول للصوره النشطه او يطلع لي الدواء اللي بيشتغل. فانا عملت دواء هو برو دراج اللي هو البيف امبيسيلين ده برو دراج، يعني صوره ما هياش اكتف. ليه؟ عشان اللايبوفليست بتاعتها عاليه، عشان ذوبانيتها عاليه، وبالتالي امتصاصها للدم هيكون اعلى. تمام. يبقى انا الدواء الوحيد اللي عندي هنا برو دراج هو البيف امبيسيلين. وظيفه او السبب ان انا عملته برو دراج عشان ازود امتصاصه وتركيزه في الدم. تمام. السؤال اللي بعده بيسالني على الاموكسيسيلين والامبيسيلين، ومديني شويه جمل كده يقول لي هي الجمل دي صحيحه ولا لا. هم عباره عن سيل وول سينسز انهيبيتورز. احنا قلنا كل البنسلينز او كل البيتا لاكتامز ار سيل وول سينسز انهيبيتورز، يعني بيشتغلوا على السيل وول بتاع البكتيريا. تاني حاجه لو احنا فاكرين قلنا البنسلينز هم برود سبيكترم. يعني ايه برود سبيكترم؟ برود سبيكترم يعني واسع المجال. تلاقوا مكتوب عليه كده مضاد حيوي واسع المجال. يعني ايه مضاد حيوي واسع المجال؟ يعني بيشتغل على معظم انواع البكتيريا. لو انتوا يعني لو احنا اتفقنا ان احنا عندنا اربع انواع من البكتيريا، عندنا الجرام بوزيتيف بكتيريا، جرام نيجاتيف بكتيريا، اتيبيكال بكتيريا، والان ايروبيك بكتيريا. طب يعني ايه؟ يعني ايه ببساطه؟ احنا عندنا كده زي صبغه اسمها صبغه الجرام. صبغه الجرام ديت لما جينا حطيناها على انواع نوع من بعض انواع البكتيريا ادتني شكل، ولما حطيناها على نوع تاني من انواع البكتيريا ادتني شكل تاني. فاللي ادوني شكل معين سميناهم جرام بوزيتيف، واللي ادوني الشكل التاني سميناهم جرام نيجاتيف. وفي بكتيريا اللي ادتني الشكل ده ولا الشكل ده سميناهم اتيبيكال. تمام. يبقى احنا كده عندنا الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف والاتيبيكال. فاضل الاخير اللي هو الان ايروبيك. والان ايروبيك ده اللي هو البكتيريا اللا هوائيه اللي هي ممكن تنمو وتتكاثر وتتعايش في عدم وجود الاكسجين. اي مضاد حيوي بيشتغل على معظم انواع البكتيريا دي بنسميه برود سبيكترم، يعني واسع المجال. عشان كده هم الاموكسيسيلين والامبيسيلين الجمله دي صحيحه. يوزد ان تريتمنت اوف انفيكشن كوزد باي جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، بيشتغلوا على نوعين البكتيريا دول. كونترا انديكيتد ان بيشنت ويز بنسلين هايبر سنسيتيفيتي، يعني ما ينفعش استعملهم لبيشنت عنده حساسيه من البنسلينز، ودي طبعا اكيده. واحنا عرفنا اختبار الحساسيه بتاع البنسلينز اسمها سكين سكراتش تيست او اختبار تحت الجلد. قلنا بنعمله اولا سبب الحساسيه اميونوجلوبولين اي، ثانيا قلنا بنعمل اختبار الحساسيه دي لو الفرق بين جرعات الحقن اكتر من 30 يوم، او بفرق بين الجرعات اكتر من 30 يوم، يعني في فرق بين الدوز شهر. يعني لو البيشنت خد بنسلين من الشهر اللي فات وجالي تاني هيكرره، او ما اقول له لا اعمل لي اختبار حساسيه تاني. لكن لو جالي وذين خلال الشهر مفيش مشكله ان هو ياخده من غير اختبار حساسيه. تمام. اخر حاجه ان هما بكتيري سايدل. بكتيري سايدل وبكتيري ستاتيك. بكتيري بكتيريا، سايدل يعني قاتل. احنا قلنا عندنا بنقسم المضادات الحيويه لنوعين، بكتيري سايدل وبكتيري ستاتيك. بكتيري ستاتيك بكتيريو يعني بكتيريا، ستاتيك يعني بيوقف نمو البكتيريا. وبالتالي اللي هيقوم بالشغل اللي هيقوم يقتل البكتيريا هو الاميونيتي بتاعه الجسم. يبقى احنا كده قسمنا الانتي بايوتكس لنوعين، بكتيري سايدل وبكتيري ستاتيك.
البكتيريا سايدل اللي هي بتقتل البكتيريا، اتفقنا هم كل الحاجات اللي بتشتغل على ستيل وول سنسز، والكينولونز مجموعه الكينولونز اللي هي بتشتغل بطريقه النيوكليك اسيد سنسز انهبيتورز. بقيه الحاجات از بكتيريوستاتيك، يعني بس بتوقف لي نمو الخليه، نمو البكتيريا، والجسم هو اللي بيشوف شغله معاه. تمام، يبقى احنا كده اتفقنا الامبيسيلين والاموكسوسيلين، اتفقنا ان هم بيشتغلوا على السيل وول سنسز برود سبيكترم، يعني بيشتغلوا على جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، ما ينفعش استخدمهم كونترا انديكيتد في البنسلين هايبر سنسيتيفيتي، واخر حاجه هم بكتيري سايدل. تمام، بعد كده نشوف السؤال اللي بعده، which of the following show penicillinase resistance. معلومة دي احنا اكدنا عليها النهاردة اكتر من مرة، ان احنا البكتيريا بتقاوم المضاد الحيوي، البكتيريا بتقاوم المضاد الحيوي بانها تفرز انزيم اسمه البنسلينيز او اسمه البيتا لاكتاميز. الانزيم ده لما بيروح يشتغل على البيتا لاكتام رينج بيكسرها ويوقف شغل المضاد الحيوي. تمام، يبقى المضاد الحيوي كده بقى ان اكتف، ما يعرفش يشتغل. طب انا عندي حاجتين، عندي ادويه اصلا من اول تصنيعها هي ريزيستنت للبيتا لاكتاميز للبنسلينيز او البيتا لاكتاميز، وعندي ادويه ما هياش ريزيستنت. الادويه اللي ما هياش ريزيستنت ضفت عليها ماده من بره تموت لي، تكسر الانزيم ده، تمام، توقف شغل الانزيم ده. طب الادويه اللي هي ريزيستنت، الادويه الريزيستنت دي سميناها بنسلينيز ريزيستنس او انتي ستافيلوكوكس. طب هما كانوا مين اللي هما اصلا من اول تصنيعهم بنسلينيز ريزيستنت؟ كانوا هما الفلوكزاسيلين، كلوكزاسيلين، اوكزاسيلين، ديكلوكزاسيلين، ميسيسيلين، دول من اول تصنيعهم كانوا ريزيستنت للبنسلينيز. يبقى هنا وانا بختار البنسلين في ما هواش ريزيستنت للبنسلينيز، الاموكسيسيلين ما هواش ريزيستنت للبنسلينيز، ده انا بضيف عليه كلافيولينيك اسيد عشان يبقى ريزيستنت. الاوجمنتين ممكن يكون ريزيستنت للبنسلينيز، بس الماده الفعاله ريزيستنت بدقه هي كلافيولينيك اسيد. تمام، يبقى انا عندي هنا اللي هو على طول ريزيستنت للبنسلينيز هو الفلوكلوكزاسيلين والفلوكزاسيلين. تمام، طب لو انا ما عنديش فلوكلوكزاسيلين هختار الاوجمنتين. تمام، لكن هنا الاختيار الصحيح هو فلوكلوكزاسيلين، عشان هو الدواء اتسلف هو اللي هو ريزيستنت للبنسلينيز، لكن في الاوجمنتين الكلافيولينيك اسيد اللي جوه الاوجمنتين هو اللي ريزيستنت للبنسلينيز او بيوقف عمل البنسلينيز. تمام، اتمنى كده تكون واضحه. السؤال اللي بعده، which one of the following is true for فلوكلوكزاسيلين. هو هيسالني عن الفلوكلوكزاسيلين، مين المعلومه الصحيحه عنه. بيقول اتس ان اكتيفيتد، هو الفلوكلوكزاسيلين احنا عندنا عنه معلومتين. المعلومه الاولانيه ان هو بنسلينيز ريزيستنت، تمام، فهو عشان كده انتي استافيلوكوكس. تاني حاجه ان هو الابزوربشن بتاعه او البايو افيلابيلتي بتاعته اعلى من الكلوكزاسيلين. تمام، يعني هو مستو ان هو بيمتص احسن من الكلوكزاسيلين. تمام، طب تعالوا نشوف كده الاختيارات اللي هو مديهاني. اتس ان اكتيفيتد باي بنسلينيز انزيم، لا هو البنسلينيز ما بيأثرش عليه. تاني حاجه تيكن باي اورال راوت اونلي، لا هو ممكن يتاخد اورال، ممكن يتاخد حقن، ممكن يتاخد اورال، ممكن يتاخد اي ام. ستيبل ان بيزك ميديا، لا المعلومه دي غلط، هو الاستابيلتي بتاعته بتبقى قليله في البيزك ميديا. بيتر ابزوربد ذان كلوكزاسيلين، هو الابزوربشن بتاعه اعلى من الكلوكزاسيلين. هو تابع اخر سؤال، اتس بيلونج تو سيفالوس بورينز، لا هو بنسلينز مش سيفالوس بورينز. تمام، يبقى احنا هنا عرفنا عن الكلوكزاسيلين ان هو تم اختراعه عشان هو احسن من الكلوكزاسيلين في الامتصاص بتاعه. السؤال اللي بعد كده، one of the following antibiotics is resistant to penicillinase. تاني بيسألني عن البنسلينيز resistant، وده موضوع مهم احنا اتكلمنا عنه كذا مرة. بعد كده بيسألني على البروبنسيد. البروبنسيد ده كان دواء بيشتغل بيزود اليوريك اسيد اكسكريشن، يعني لو بيشنت اصلا ده استعمال البروبنسيد، لو بيشنت عنده مشكله ان اليوريك اسيد عالي بتخلص من اليوريك اسيد ده عن طريق ان انا اديله بروبنسيد فيزود خروج اليوريك اسيد من الجسم.
طيب ده استعمله، وجدوا ان البروبنسيد ده ممكن كمان يقلل الاكسكريشن بتاع البنسلينز، فلما بيقلل الرينال اكسكريشن بتاع البنسلين فبيزود تركيزه في الدم، تمام، فبالتالي بيستفيد اكتر من البنسلينز. طيب يبقى انا كده عرفت البروبنسيد واستعملته. والسؤال بروبنسيد انكريز ذا كونسنتريشن اوف بنسلين ثرو، عن طريق يعني بيزود تركيز البنسلين عن طريق ان هو يزود الرينال تيوبولار ري ابسوربشن، يعني يزود إعادة امتصاص البنسلين، ولا يقلل الرينال اكسكريشن، ولا يقلل الهيباتيك ميتابوليزم. طبعا البروبنسيد ملوش دعوة بالليفر، ملوش دعوة بالكبد، لكن احنا بنتكلم على الرينال. هو يعني بيشتغل على الرينال اكسكريشن، بيقلل الرينال اكسكريشن بتاع البنسلين، يقلل خروجه وبالتالي يزود تركيزه، لكن البنسلين ملوش علاقة بالري ابزوربشن، يعني ما بيحصلوش إعادة امتصاص، تمام. السؤال اللي بعده، which of the following drug show most multi drug resistance، من الأدوية اللي موجودة دي بيحصل فيها resistance، بيحصل multi drug resistance، يعني ايه؟ يعني يبقى المرض مقاوم لكذا نوع من أنواع الأدوية. طبعا ده بيحصل في الكانسرز، الكانسرز ممكن تكون مقاومة لكذا نوع من أنواع الأدوية، ندي نجرب كذا نوع وكذا رجمن على ما نوصل لنتيجة، وينطبق كمان على الانتيبيوتكس. يعني ممكن نلاقي المضادات الحيوية بكتيريا بدأت تتطور وتتحور بحيث انها تبقى شرسة اكتر، فتبقى مقاومة للبكتيريا. كل ما استخدم الانتيبيوتكس اكتر كل مقاومة البكتيريا ما كانت اقوى، عشان كده دايما بنقول نبقى حذرين جدا في استخدام الانتيبيوتك. اللي ياخد جرعة انتيبيوتك يكملها، مش على طول ببدأ بانتيبيوتك قوي، لازم ابدأ بانتيبيوتك مناسب او مضاد حيوي مناسب للبكتيريا اللي موجودة وهكذا، تمام. يبقى المالتي دراج ريزيستنت يعني الادويه اللي بتقاوم من المرض، الانتي بايوتكس والانتي كانسرز الاثنين ممكن ادي فيهم اكتر من دواء وما يحصلش تريتمنت. السؤال اللي بعده، ويتش انتي بايوتيك مور لايكلي تو كوز دايريا، مين من المضادات الحيويه دي ممكن تسبب لي دايريا اكتر. طبعا الدايريا دي من المشهوره قوي مع الاوجمنتين، ومشهوره قوي مع الكليندامايسين. مع الكليندامايسين كان اسمها بتعمل لي حاجه اسمها سودوممبرانوس كولايتس، اللي هو يعني ايه سودوممبرانوس كولايتس؟ يعني سويلنج في الانتستين، يعني زي التهاب كده في المعده في الامعاء. ليه؟ عشان ده مع الكليندامايسين، عشان بيحصل ان هو بيقتل النورمال فلورا، بيقتل البكتيريا الموجودة عندي الطبيعية في الجهاز الهضمي بتاعي، فبيحصل اوفر جروس، يعني نمو اكتر لبكتيريا شرسة وضارة اسمها كوليستريديوم ديفيسيل. البكتيريا الشرسة الضارة دي تبدأ تعمل لي التهاب في الامعاء ويحصل لي دايريا، تمام. ده مع الكليندامايسين. كمان الاوجمنتين ممكن يعمل لي دايريا. طيب بيسألني على المضادات الحيوية، مين الأكتر فيهم نسبة ان هو ممكن يعمل لي دايرية؟ طبعا هو الأوجمنتين، السيبروفلوكساسين والدوكسي سايكلين والبنسلينز ممكن تعمل دايرية، بس الأقوى منهم اللي يعمل دايرية هو الأوجمنتين. السؤال اللي بعده، بيسألني على السنسيتيفتي تيست اوف بنسلين. احنا قلنا البنسلين ممكن يكون في البيشنت ده عنده حساسية، لو البيشنت ده عنده حساسية من البنسلين ما ينفعش استعمل له بنسلين، دي المعلومة الأولانية. تاني حاجة، ممكن يحصل حاجة اسمها كروس سنسيتيفيتي مع السيفالوسبورنز، يعني ممكن البيشنت اللي عنده حساسية من البنسلين يبقى كمان عنده حساسية من السيفالوسبورنز، عشان كده بختار مادة فعالة بتشتغل بطريقة تانية خالص ما فيش فيها البيتا لاكتام رينج زي الماكروليتس. تالت حاجة، سبب الحساسية ديت الاكتيفتي او الشغل بتاع الاميونوجلوبولين اي، يعني الجسم بيتعرف على البنسلين ده عن طريق الاميونوجلوبولين اي، عن طريق المادة اللي اسمها اميونوجلوبولين اي، ويتعامل معاه على اساس ان هو مادة ضر. طب اختبار الحساسية ده بعمله كل قد ايه؟ لو الفرق بين الجرعات اكتر من 30 يوم بعمل اختبار الحساسية، تمام. طب تعالوا نشوف السؤال هنا، بيقول البنسلين سنسيتيفيتي تيست او بنسلين دان افتر، هو قايل لي 20 يوم ولا اكتر من 20 يوم ولا اسبوعين ولا 4 اسابيع؟ لا، هو اكتر من 20 يوم، اي يعني مده اكتر من، احنا قلنا اكتر من 30 يوم فنختار اطول مده. بعد كده البنسلين سنسيتيفيتي تيست از دان، نفس السؤال تاني، من 10-15 يوم ولا 20 يوم او اقل ولا 25 يوم او اكتر؟ لا، احنا بنختار اطول مدة اللي هي 25 يوم او اكتر. يعني انا بدور على في السؤال على اكتر مدة
واخطرها. اكتر مده يعني اكتر من 30 يوم. Insensitivity test of penicillin is done after more than less than 20 يوم, اقل من 20 يوم ولا اكتر من 30 يوم ولا 25 يوم بالظبط ولا من 3 ل 5 ايام. لا هو انا بختار اكتر من 30 يوم. هو انا بعمل sensitivity test في مدة لو الفرق بين الدوزز اكتر من 30 يوم. تمام, هما تلات اسئلة دول تقريبا زي بعض. البنسلين allergy is caused by, بيسألني هنا سبب حساسية البنسلين من ايه. احنا اتفقنا ان احنا